لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أفادت مصادر إعلامية أن ضباط مغاربة من القوات المسلحة الملكية نجحوا في تطوير مشروع يهدف إلى تحصين الدبابات والمدرعات المغربية وحمايتها من دبابات العدو والصواريخ الموجهة المضادة للدروع. وأضافت المصادر ذاتها أن ضباطنا من المدرسة الملكية قاموا بتطوير مدفع 23 ميليم ثنائي مجهز بنظام التحكم والتوجيه عن بعد مزود بجهاز رؤية ليلية وكاميرا حرارية موجهة يمكن استخدامه على الخصوص في مدرعات فاب. نشكركم على حسن المتابعة.